مساء الخير فخامه الرئيس على حضرتك طبعا منورنا يا فندم ومشرفنا مساء الخير على كل الساده الحضور الموجودين سعداء يا فندم بتشريف حضرتك طبعا لسعيد مصر كله وبالتحديد المنيا عروس الصعيد. خليني يا فندم في البدايه كأحد ابناء المنيا واحد ابناء المنيا بجد يا فندم انا صعيدي بجد مش صعيدي يعني صعيدي اصلي مش تايوان. أنا خرجت من البلد دي وأنا عندي 18 سنة، والحمد لله يمكن البداية بتاعتي كمان كانت بدايتي من أسوان يعني من الجنوب، وكمان الحمد لله كل أهل المنيا يعرفوا إن أنا بتواجد هنا على الأقل مرتين كل شهر. أنا ليه يا فندم بحكي لحضرتك وبقول إن أنا الحمد لله صعيدي أصلي؟ لأني الإنجازات اللي أنا شايفها في وجود حضرتك وخليني اشكر حضرتك على الدعم الكبير لكل محافظات الصعيد مش بس المنيا لاني انا بشوف ده بعيني مش بسمع شفت ده بعيني لاني في وقت من الاوقات وده يؤسفني اني قبل كده كان الصعيد مهمش او ما فيش اهتمام بيه ولكن في وجود سيادتك وتعليمات سيادتك اعتقد ان احنا شفنا تطور كبير ومن خلال الفيديو من خلال الفيلم التسجيل اللي احنا شفناه شفنا الحمد لله الانجازات والنجاحات وشفنا شبكه الطرق يا فندم اللي احنا كنا بنعاني منها وشوفنا الحمد لله كمان ان في دلوقتي مشروعات سكنيه بقينا حاسين ان بقى في منيا جديده جوه المنيا فده يخليني يا فندم ان انا اشكر سيادتك على الدعم الكبير جدا جدا لان فعلا حصل تحول كبير في المنيا وانا لما قلت انا ابن اصلي مش تيواني المنيا لان فعلا انا باجي واشوف بنفسي يا وكل اهل المنيا يعلموا ان انا متواجد لارتباطي بالمكان ولارتباطي باهلي هنا فلما انا بتكلم بقول اللي انا شفته مش اللي انا سمعته يا فندم فطبعا بنشكر سيادتك على الدعم الكبير ده لكل محافظات الصعيد والاهتمام بكل محافظات الصعيد ولكن خليني كمان حضرتك ما نسيتش كمان القوى والنجوع من خلال مبادره حياه كريمه لوجود اماكن امنه وتليق بفعلا الانسان المصري فطبعا كل الشكر يا فندم لسيادتك وكل الشكر على تعليمات سيادتك طبعا على الاهتمام بالصعيد وباهل الصعيد كله ولكن اكيد قبل ما اختم انا مش عايز اطول على حضرتك ومش عايز اطول على كل الساده الحضور قبل ما اختم يا فندم بما اني انا بنتمي للوسط الرياضي عايز اشكر حضرتك على الدعم الكبير اللي حضرتك دعمته لمشروع كابتنو مصر لإن فعلاً لإن إحنا في الصعيد عندنا مواهب كتير وتستحق فرصة فعلاً وأعتقد إني شفنا كابتنو مصر بدأ يخلق فرصة مش بس لأبناء الصعيد لأ لأبناء محافظة المحافظات كلها على مستوى الجمهورية فأعتقد إن دي فرصة إن شاء الله بإذن الله إن يطلع من عندنا أبطال يمثلوا مصر في كل الألعاب وإن شاء الله يعلو من اسم مصر ناسف للاطاله وبشكر سيادتك يا فندم ونورتنا وشرفتنا وسعداء بكم.